أسعد الله صباحكم أحبتي المتابعين. حنا الآن في حارة العتيد وسط وقلب مدينة حائل، معنا الأستاذ علي الخبرة. صباح الخير أبو خالد. هلا والله، هلا بك. الله يسعد صباحك. نبي تعطينا فكرة عن حارة العتيق ومنزلكم القديم والبيوت المجاورة لبيتكم. الله يسلمك أبو خالد. الآن هذا مدخل الشارع، شارع اسمه إيه. طبعا هذا هو الشارع، هذا الشارع. إيه. نشوف. ايوه هذا بداية الشارع. ايوه هذا مسجد برزان. ايوه هذا بداية الشارع. البيت هذا ابو خالد من هو بيته؟ هذا بيت والله ما حضرني اسمه. ايه بس سكنوا واحد يعني تعرف من سكنوا هالبيت؟ سكنوا والله الموسى. ايه ما شاء الله. شوفوا بابه طايح. ابو خالد نبي نشوف بيتكم. نبي البيت. تعال يلا. مكان سكناه ابو هذا وهديناه طبعا. وينه هذا؟ يعني الان كان بيت طين. هو كان بيت طين سكنين بس وهديتوه. هديناه بعرسناه بعرس ابو اخوي سالم. اي زوج فيه. اي وهديناه وخلصنا دعنا شو اسمه طالبنا البلديه. اي نزع شو اسمه نزعوا كل هالمنطقة هذا على أساس إنها يعني هديته فيه. البيت وصار الآن حديث غرف. غرف عمالة فيها. إيه ما شاء الله. طيب تنقلنا للبيوت المجاورة البيت كم؟ هذا بيت عبد العزيز الله يرحمه، عبد العزيز الجلوي أبو محمد الجلوي. إيه هذا بيتهم بيت الجلوي. إيه بيت الجلوي. ما شاء الله تبارك الله. والبيوت المجاورة هذه. هذا بيت الخشبان. إيه. هذا بيت من هو؟ أبو فهد وأبو محمد. إيه. خلنا نشوفه هالبيت أبو خالد. أبو خالد البيت اللي أمامنا هذا من هو بيته؟ هذا بيت عبد الرحمن الخشبان أبو فهد ومحمد. إيه. وسعود الخشبان. محمد الخشبان. إيه ما شاء الله. أيوة. وهذا بيت الحميد. بيت الحميد. إيه. ما شاء الله متجاورات بجنب بعض. هذا بناء البيوت القديمة سابقا كلها متجاورة بجنب بعض والحارة بشارع واحد. ايه ابو خالد الان تبي تدخل داخل؟ ايه موجودة. يلا الان بجيك انا. ابو خالد يقول ان الاميال هذه طبعا بنيت عن طريق ناس عندهم خبره كذلك. بيورينا كتابه. خلينا نشوفها ابو خالد. ايوه الكتابه اللي يجيبون دائما من جبهه حتى اسم مكتوب. إيه؟ مكتوب شغل عتيد ابو عوده. ابو عوده راعي جبه. شوف راعي. إيه؟ جبه. هذه كتابه سنه هذه كم؟ سنه 1380. 1380 مكتوبه ما شاء الله. ما أثرت عليه حتى الأمطار حتى الأجواء ما تأثرت شغل. طيب أشوف الباب هذا مسكر أبو خالد. وش هو هذا كان يدخل؟ بيوت البيوت الأولين داخل على بعض. إيه وسكروا الباب هذا. إيه نعم كفاصل بين البيتين. ما شاء الله. وهو البيت هذا بيت الحميد هذا. ما شاء الله تبارك الله. هذا شارع سد ما إيه يعني هذا شارع هذا حارة هذه. إيه. رائع جدا وانت تتمشى بين الأماكن والبيوت القديمة تستذكر قصص الماضي البيوت القديمة أصحاب هذه البيوت. يعني حياة كانت جميلة، حياة كانت بسيطة فيها عبق التاريخ. انت لما تمر من عند البيوت القديمة هذه تحس انك عايش نفس اللحظات، تحس ان في ناس عندك يحدثونك. يعني شيء صراحة لا يوصف وأنت بين هذه الأزقة الضيقة والطرقات الضيقة، وشيء صراحة يبهج النفس ويريح النفس. هذا بيت عبد العزيز الجلوي الله يرحمه أبو محمد. نعم. يتصل بيت سالم العتيد صاحب العتيد أبو سالم. سالم راعي المفروشات. إيه هذا بيتها. هذا بيتها ما شاء الله. ساكنين بني خالد كثير. اتسعت الديره وطلعت عمر تركت هذه البيوت ابو خالد.
لكن ما شاء الله شوف يعني باقية لا زالت باقية. شوف الباب القديم، ياما من الناس اللي دخلوا مع هالباب، ياما من الناس اللي جو دخلوا، جيل الطيبين وجيل الناس البسيطين الله يرحمهم يسكنهم الجنة. أبو خالد هذا البيت، هذا بيت الدرع، ها؟ بيت الدرع من هذا بيت الدرعان؟ اي كله هذا. شوف الدرج أبو خالد أمامنا الآن، شايف الدرج؟ خلينا نشوف الدرج أبو خالد، شوف يعني جزء ذكرين عن عتيد أبو عبد الكريم، عبد الله عبد الكريم العتيق ابو عبد الكريم ما شاء الله. وهذا بيت الدرعان. ايه هذا هو على شارعين هو. ايه على شارعين ما شاء الله، الشوارع ضيقه بجنبه. هذا مدخل النساء. ايه هذا مدخل النساء. وهذا مدخل الديوانيه. ايه الديوانيه، الديوانيه بجنب الباب. ايه بجنب، شوف الديوانيه ما طاحت منكم. شوف الرسومات ايه ما شاء الله، نقوش ما شاء الله تبارك الله. لا سنة كم؟ 1364. 1364 ايه. احنا الان داخل بيت الدرعان، سعد وعبد العزيز وصالح وسليمان كانوا ساكنين هنا ما شاء الله. احنا بالقهوة، شوف شلون الرسوم لم تتغير، هذه الرسوم والنقوش كلها موجودة هنا. متى؟ عام كم؟ عام، شوف هذه ممكن تشوف التاريخ مكتوب. ايه خلينا نشوفه. عام 1364. فعلا 1364. كم شوف النقوش لم تتغير. طيب ابو خالد اشوف القهوة فوق. فوق ايه تحت هذه. هذه قهوة تشتغل. ايه مسخن يعني. ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف البناء الجميل والطراز الجميل. رغم انه ما فيها اساسات ولا شيء ولا شيء. إيه. شوف هنا هذا الدرج. هذا الدرج يطلع لك من المسرح. فوق هنا إيه. هنا خطورة، كل خطورة لا. إيه. خطورة المهجورة. اي نعم. لو داري يا ابو علي اني انام حجر الجليد ما نمت. نعم. ما درت الا هابار يستخدمون نعم المم ذاتي، لا استخدام ذاتي. اي بنفس البيت. بنفس البيت. هذا الجدار إيه؟ فاصل بين بيت الدرعان وبيتنا. اي فاصل. سوى الحظ ان غرفتي اللي كانت انام به اي وراها جدار حدر البير، ما كنت ادري. هذا البير. هذا ما كنت ادري فراشي وسات تحت البير. ايوه. لو داري النت ما نمت. سبحان الله، شوفوا عمق البير. فعلا يعني ابو خالد يقول لو انا عارف ان غرفتي بجنب البير ما نمت، لكن بالرغم من فيه جدار بس الحمد لله على السلامه ابو خالد. ما شاء الله داخل البيت هذا الدرج. درج مسمت وينه؟ يعني فيها تطور. ايه فعلا مسمت. الستينات. ودورين. دورين. ما شاء الله. هذا الشارع. نعم. يمتد حتى يروح يمين لما سوق الخضر. فيه يقع عليه بيت سليمان، الشيخ سليمان هاشمي عرب ابراهيم. على بيت فهد الصمعان مدير السجون اول. نعم. احمد مهوس وفهد الله يرحمه احمد الو احمد. هذا بيت امدنا. ايه مع الشارع هذا. مع الشارع هذا. على سوق الخضر يطلع لك على الشارع. يعني كانت البيوت كلها بجانب بعض، وكانت الطرقات والازقه كلها بجانب بعض وجميله، حتى السدره هذه على وقتهم هذه. نجي ناخذ يعطونا سدر. ايه. ناخذ منهم يعطونا سدر. نعم. ما شاء الله تبارك الله. حقيقة متعة وانت تدور بين البيوت القديمة ويرافقنا أبو خالد وأعطانا فكرة هذا الصباح الجميل، ونشكرك يا أبو خالد. وسعيدين والله أننا نكون أبو خالد شاكرين لك أن تكون معنا في هذه الجولة الجميلة داخل الحارات القديمة في حائل. سعيدين بتواجدك ونبي منك فيك. كلمه. الله يبارك فيك. مع الحقيقه فاجاتني ابو علي بقول لك انا معدي لك تقرير اجود واحسن، لكن المره الثانيه ان شاء الله نعدك انه نكون قريب. يعطيك العافيه ابو خالد، ما قصرت، بيض الله وجهك. يا هلا هلا. شكرا لك. شكرا لكم متابعيني في امان الله.